دكتور فيه محاضرة ولا لا؟ السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا يوسف؟ أنت لوحدك يا يوسف اللي موجود؟ أه يعني لحد دلوقتي لا دلوقتي الساعة دلوقتي تقريب قربت تقريبا تمانية وربع تمانية وربع بالظبط أنا هضطر في السيشن انا بعت على ممكن ممكن بس لا مش ممكن اوكي احنا ميعادنا الساعة ثمانية فده مش ممكن تمانية وربع بالظبط السيشن هتقفل اوكي يعني المفروض انا كنت كمان قلت للناس المفروض معظم الناس تحضر اوكي okay. يوم الاثنين قالوا لي ده جزء من الناس آه في كونفليكت عندهم فهم يحضروا يوم الاربعاء اذا انا شايف كده ما حدش حضر يعني يعني المفروض في جزء من جروب 1 بلس كمان جروب 2 انت من جروب 1 ولا 2 لا انا جروب 2 طيب يعني المفروض كمان جزء من جروب 1 يا طب انا هبعت تاني جروب ماشي اوكي اعمل اللي عليك بس هو خلاص هو دقيقه واحده وقفل السيشن okay.

ما في ناس في ناس اعتقد مش لا لأني في ناس طلبت اللينك دلوقتي ليه موجود هو زين كل كل مرة بيبقى فيه اللينك موجود الناس بتدخل عادي هو في واحد طالب اللينك مش لاقي مش ظاهر له ازاي؟ ابعت اللينك انسان الغايه 8.3 شوفوا الوضع السلام أه عليكم وعليكم السلام ماشي يا يوسف صبرنا اهو تمام نبدا بقى ان شاء الله <applause> آه، اوكي طبعا أنا يعني انا كل مره عمال اكريت اللينك بتاع الفيدباك والعدد برضه قليل يعني اخر مره وثالث مره عملناه يوم الاثنين الساعه 10 قبل الكويز اللي كان عليكم اوكي 18 بس واحد اللي عمل يعني نسبه لا تتعدى يعني تقريبا 13 في المية ولا 12 في المية. فأنا شايف إن مفيش أمل بصراحة إن أنتوا تزودوا أكتر من كده. فخلاص. أوكي. مش هقدر أقول لكم أعملوا تاني. يعني واضح إن مفيش اهتمام. أنا يعني بصراحة النقطة دي مزعلاني جدا أوكي. حاجة تانية. إحنا إن شاء الله آخر حاجة بالنسبة لنا اللي هي الـ Data Converters ده آخر بورتس. ال data converters okay. المقصود بيه ان احنا okay او او اللي بيحول من analog ال هنا المقصود بيه اوكي okay. زي كده voice اي signal مع time دي بنسميها analog يبقى دي analog اوكي okay. او ان مثلا لو دي سي فاليو كده دي سي فولتج. ازاي احوله ديجيتال يعني عبارة عن كده stream of a of bits, ones and zeros ده بيبقى فيه block كده بيقوم بعملية conversion دي بنسميه analog to digital converter ADC analog to digital converter البلوك التاني اللي هناخده إن شاء الله برضو اوكي يمكن هنبدأ بيه اللي هو العكس بقى إن إحنا نرجع تاني نحول الـ data اللي هي ال ones and zeros لإيه من digital ل إيه analog أو DC level اوكي ده بنسميها ديجيتال تو انالوج كونفرتر اور داك يعني في اي دي سي وفي داك دول التو بلوكس اللي هناخدهم ودي اخر حاجه في الكورس عندنا ان شاء الله أه هنبتدي بالداك اللي هو ديجيتال تو انالوج كونفرترز هو قلنا وظيفته بالظبط بيحول اي دي سي فولتج ليفل بيحوله لايه ديجيتال بيسموها ديجيتال وورد يعني ايه أو مجموعة كده من الونز والزيروز، أوكي؟ دي كورسبوندنج للفولتج ليفل ده، تمام سوري uh, العكس بيحول كل كومباينيشن ديجيتال وورد اوكي انبوت داخله لسورت دي سي ليفل فالدي سي ليفل اللي طالع ده بيعبر لي عن الديجيتال انبوت اللي داخل ده فور ذا داك لما نشغل ان شاء الله في الاي دي سي بعد ما نخلص الداك هنلاقيه بي ايه كونفرت العكس اللي هو بيحول الدي سي ليفل للايه الديجيتال وورد اوكي okay. وطبعا التو بلوكس دول مهمين ومين جدا في السيستمز دلوقتي يعني التلفزيون الموجود دلوقتي عندنا في البيت ده ديجيتال تلفزيون يعني ايه ديجيتال يعني ايه ديجيتال تلفزيون مش انالوج يعني ايه ما جماعه ديجيتال تلفزيون يعني هو بيتعامل مع ايه بقى؟ بيتعامل مع مع دي سي فولتج ولا؟ لا لا ديجيتال تلفزيون يعني يقول لك التلفزيونز دلوقتي كلها ديجيتال الريسيفرز ديجيتال يعني ايه ديجيتال؟ يعني الانفورميشن او النولج اللي جايه لها في الصوره ديجيتال 1 و آه 0 ايوه تمام حتى اللي انت بت... انت بت... التلفزيون بتعمل ايه؟ انت بتسمع صوت وبتشوف صوره فالاثنين دول جايين ايه؟ جايين اوكي في صوره ديجيتال طب انت انت كبشر مش هتقدر تفهم الديجيتال يعني لو انت طلعت لك الصوره دي في صوره وانز وزيروز انت مش هتشوف مش كده مش هتشوف ولو طلعت لك الصوت في صوره وانز وزيروز برضه نفس المشكله فعشان كده اللي احنا بنعمله بنعمل ايه لازم نرجع نحول تاني اوكي للوضع الاصلي بتاعها اللي هو الصوره الانالوج اللي اليومن بينج البشر كلها بيفهموها اوكي اللي هو شكل الصوره والفويس اللي هو الصوت اللي احنا السيجنال بتاعت الصوت اللي هي الانالوج العادي انما طبعا الديجيتال ده حاجه بسيطه في النص بنعملها عمليه الكونفرجن دي عشان ناخد فوائد كتير جدا مميزات كتير نتغلب على المشاكل وخصوصا ان كل البشر بيتكلموا في نفس رينج الايه الفريكونسي الترددات اوكي فما اقدرش اعتمد على الصوت الانسان العادي ان انا ابعته او اوكي اعمل بيه الكوميونيكيشن سيستم يعني انت تقدر تستقبله بالتلفزيون بتاعك اوكي وتعمل له ديتكشن وكده اسباب كتيره زي ما احنا قلنا اول حاجه كلنا بنتكلم في نفس الرينج معناها لو انا صوتي كده موجود كده بيتباعت وايرلس وانت بتستقبله طب ومين اللي قالك ان الصوت ده هو, هو موجود في الجو كده ما حصلش اوفر لابنج مع, مع اصوات ناس تانية ما هو كلهم في نفس الرينج عشان كده اللي انت بتسمع لهم ميك بتسمع ميكس من كل ده اوكي حاجه حاجه تانية بقى طبعا اوكي الجوده الصوره نفسها وعمليه الكودينج التشفير نفسه ما ينفعش ان انا اشفر حاجه انالوج فويس انالوج بصورته الطبيعيه لازم احوله للوانز وزيروز عشان اعمل عمليه ايه الكودينج ده ففي حاجات كتير جدا اوكي وديزاين بتاع الايه الانتنا زي الدش وكده كل ده بيعتمد ان السيجنال بتتحول لايه لديجيتال اوكي بلس كمان اهم حاجه اللي هو النويز <متصفيق> افكت انتوا عارفين في الديجيتال اللي هي بتبقى السيجنال هاي لو لو اتحط عليها نويز لسه ستيل انت بتديتكت ان ده هاي وده لو لسه انما لو سيجنال عاديه فويس عادي انالوج عادي اوكي ويبقى عليها نويز مش هتقدر تتخلص من نويز لانها خلاص بقت السيجنال اللي عباره عن النويز بلس الايه الاوريجينال سيجنال ففي فوائد كتير جدا جدا بالنسبه للديجيتال بس طبعا في الاخر لازم بعد ما حولنا للديجيتال وعملنا كل الاوبريشنز بتاعتنا لازم نرجعه تاني الانالوج عشان نقدر ايه عشان نقدر نفهم وده السبب ان في بلوك اسمه داك الداك ده دا هو ده البيلدنج بلوك بتاعي بيدخل له ديجيتال انبوت اهو من بي 1 لغايه بي ان البي 1 ده الموست سيجنيفيكانت بيت والبي ان ده ليست سيجنيفيكانت اي اي ثينك يو نو صح يعني ايه الموست سيجنيفيكانت وايه الليست سيجنيفيكانت زي ما بقول لك مثلا اي رقم مثلا اقول لك ايه 1928 فالتمانية ديت والواحد الواحد ده ب 1000 ب 1000 اكوردنج للبوزيشن بتاعه بنسميه موست سيجنفيكانت ديجيت انما التمانية لا ده قيمة كل واحد فيها ب 1 بس عشان كده بنسميها ليست سيجنفيكانت ديجيت اوكي فاستخدم سورتن باتري اسمها في ريفرنس بطارية كده بحطها مع السيرك بتاعت الداك واطلع هنا دي سي فولتج اسمه في اوت كورسبوندنج للايه للكومباينيشنز بتاعت الديجيتال انبوت اللي داخل accordingly relation اللي هي رقم 2 دي بصوا كده الريليشن دي بتقول ايه ان الاوت اللي طالع بيساوي الريفرنس فولتج في حاجه اسمها في بي كابيتال ان ايه البي كابيتال دي بنسميها الديجيتال وورد عباره عن ايه الديجيتال وورد دي عباره عن كل بيت الفاليو بتاع كل بيت مضروبه في الويت في سورتين ويت يعني ايه البي 1 اللي هي الموست سجنفيكانت مضروبه في كام في 2 باور نيجاتيف 1 زائد بي 2 في 2 باور نيجاتيف 2 لغايه بي ان 2 باور نيجاتيف ان اكبر ترم لي ويت فين يا جماعه اول ترم ولا اخر ترم اكبر ترم لي ويت اول ترم ولا اخر ترم اخر ترم ولا ايه؟ اخر اخر ترم دي عباره عن بي ان البيز دي كلها دي البيتس اللي داخله لاب 1 لاب 0 لا اف كله ب 1 اه يبقى اخر ترم 1 مضروب في 2 باور نيجاتيف ان انما اول ترم 1 في 2 باور نيجاتيف 1 يبقى اول ترم هو اكبر ايه؟ اكبر فاليو ايه؟ صح ولا ايه؟ آه. ايوه ايوه إن نص انما ده 1 اوفر 2 باور ان فعشان كده البي 1 دي هي البيت اللي المضروبه في اكبر فاليو عشان كده بيسموها الموست سيجنفيكانت بيت انما البي ان ده الليست سيجنفيكانت بيت ايه؟ لو احنا رسمنا كده فرضنا ان عندي داك فور بيت داك يعني فور بيت يعني داخل له 4 بيتس من بي 1 لبي 4 اه قلنا البي 1 ده الموست سيجنفيكانت بي 4 ده الليست سيجنفيكانت اكوردنج للكومباينيشنز اللي داخله لو عندي 4 زيروز هيطلع لي أوبوت ب0 مثلاً 0 0 0 1 اللي استيقنيفيكاً بيتخليتها ب1 هيطلع لي ايه؟ 1 سي مثلاً وهكذا وهكذا كله combinations آخر قيمة 1 1 1 لما كله ب1 بيطلع لي مثلاً لو شوفنا كده طلع لي كام 15 عشان كده ال 15 دي بيسموها ايه؟ دي الـ دا الـ we output full scale يعني أكبر قيمة ممكن تطلع ما أكبر قيمة ممكن تطلع ايه؟ according relation اللي احنا قلنا عليها دي لما كل البيتس ب1 اوكي فهنا تعالوا كده حتى ممكن يجيبها بكالكليتر كده انا لو عندي البي ريفرنس مديولها ب 16 16 وكل البي 1 والبي 2 لغايه بي 4 كلهم ب 1 يعني انت كده كانك عندك 1 over 2 يعني نص بلس ربع بلس واحد على 8 بلس واحد على اوكي آه 16 كل ده السميشن بتاعه مضروب في ايه في في ار اللي هي ب 16 يطلع كام بمعنى لو انا عندي ال V output full scale in general عباره عن VR مضروبه في اوكي واحد على 2 في B1 اللي هي ايه ب1 في واحد على 2 باور 2 في B2 اللي هي ب1 وهكذا لغايه 1 على 2 باور ان في BN اللي هي ب1 اوكي لو انا خدت power n power n power n 2 باور ان كومن تحت هيبقى عندي 2 باور ان ماينس 1 2 باور ان ماينس 2 لغايه 2 باور 0 دي عباره عن ايه اللي فوق ده من لو عندك summation بتاع 2 باور ان ماينس 1 2 باور ان ماينس 2 باور 0 هيطلع لك ايه؟ 2 باور ان كل ده ماينس 1 فعلا لو احنا حتى للتأكيد حط كده ان ب 4 لو 4 بيت يبقى 2 باور 4 16 ماينس 1 يبقى 15 على 16 في ار قلنا هناخدها ب 16 تطلع كام؟ بي في اوت فول سكيل 15 اكوردنجلي للسكيل اللي احنا واخدينها فده اسمه في اوت فول سكيل فالريليشن اللي طلعتها دي مهمه جدا اسمها في اوت فول سكيل طيب اقل قيمه ممكن تطلع لنا ايه اسمها ريزولوشن يبقى إيه, ايه الريزولوشن دي اقل فاليو ممكنه طب اقل فاليو دي بتطلع ازاي لما يكون الليستنج كان بيت في الديجيتال انبوت اللي داخل او الديجيتال وورد اللي داخله ب1 اللي هو بي 4 يعني هنا بالنسبه لنا لو بي 4 ب1 الفاليو ديت اسمها الريزولوشن اللي هي قيمتها هنا ب1 طب ال1 ده جه منين ان جنرال برضه هو عباره واضح ان هو عباره عن في ريفرنس على 2 باور ان طب جبت الريليشن دي منين اهي مش احنا قلنا دي اقل قيمه ممكنه هي اكبر قيمه او التيرم يعني اكبر تيرم اللي هو الفيرست اللي هو كورسبوندنج للموست سيجنيفيكانت اقل فاليو اللي كورسبوندنج least سيجنيفيكانت هي اخر حاجه يبقى لو كله زيروز ما عدا بي ان بي ان ب 1 معنى كده 1 تايم ايه تايم سو باور نيجاتيف هو ان يبقى عندي في ار على 2 باور ان يبقى ده اقل فاليو ممكن تطلع لي اوكي okay, من 8 داك فدي بنسميها ريزولوشن ان جنرال يبقى ريزولوشن في ار في ريفرنس على 2 باور ان الفول سكيل فاليو هي عباره عن في ريفرنس 2 باور ان ماينس 1 على 2 باور ان لو قسمت دول على بعض يطلع ايه يطلع الريزولوشن كفانكشن في الفول سكيل هو في اوت فول سكيل على 2 باور ان ماينس 1 حتى لو هنا بين مثلا في اوت فول سكيل عندي 15 على 2 بار ان ماينس 1 2 بار ان اللي هي 2 بار 4 ماينس 1 15 برضو فيطلع لي كام resolution ب 1 فعلا ما دي قال لي قيمه عندها اوكي يا جماعه تمام ساعات بنقول لا الاوتبوت انا مش لازم resolution في الدك يطلع ب 1 تايب كونستنت كده, كده ب 1 لا ممكن يطلع اي فاليو فان جنرال الاوتبوت كفانكشن في الليست significant فاليو هو عبارة عن لما يكون الكومباينيشن أولاني يعني البي 4 تبقي ب1 فبيطلع لي قيمة الأوتبوت corresponding لي إن اللي سيجنفيكانت بيت 1 طب لو البي 3 هي اللي 1 والباقي زيروز تاني الليفل ده يعني أو كومباينيشنز دي هتطلع لي إيه؟ هتطلع لي الفي أوتبوت أوكي قيمة ضعف قيمة الإيه؟ ضعف قيمة يعني اتنين في قيمة الليست سيجنفيكانت يعني اتنين في الـ Resolution يعني طب لو كانت 0011 يبقى 3 في ال resolution اللي هو 3 في الليست سيجنفيكانت بيت وهكذا 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 يبقى دي ال v output at فاليو value in least significant ما هو ال least significant فاليو value بنسميها resolution اقل قيمه اول كومباينيشن non-zero كومباينيشن في الانبوت في الديجيتال انبوت يطلع لي ال v output اللي هو قيمه الريزولوشن resolution بعد كده يطلع لي 2 ريزولوشن resolution 3 ريزولوشن resolution and so واضح يا جماعه؟ تمام آه. كسيركت بقى براكتيكال سيركت في الداك هناخد بالضبط ثلاثة سيركتس هناخد حاجة اسمها باينري ويت ريزيستور داك لأن الفكرة هنا إن أنا عايز أدخل ديجيتال وورد وأكوردنج للفاليوز بتاعتهم يطلع لي كارنس الكارنس دي بجمعها واوكي و اوكي حولها هي دي الفكره فكره بسيطه قوي فمره بعمل الويتنج بتاع الكارنس ده according لمقاومات فبيسموها weighted resistor أو binary weighted resistor DAC. مرة التانية لقينا لا ده احنا كده عايزين رينج كبير جدا من المقاومات فعملناها بإيه؟ بمقاومتين بس بس طبعا سيكشنز كتير من المقاومتين دول R وضعف في R يعني R واتنين R فعشان كده بيسموها r تو r لادر إيه؟ DAC. هناخد من الار r ار r ladder DAC ديت نوعين inverted time ونورمال time. والنورمال تايب ده هتلاقيه في الميجور تاسك اسايمنت عليه اول نوع الباينري ويتد ريزيستور داك اهو دي السيركت بتاعته تلاحظوا ايه تلاحظوا انا عندي عدد من البرانشز عندي اوكي ان برانش الاولاني يعني فيه 2R، 4R، 8R، 2 ار الثاني 4 ار 8 ار لغاية 2 بار ان ار كل دول كونكتد بسويتشز السويتشز دول عباره عن ترانزستور زي الموسفت كده لو داخل على الجيت هاي يبقى اون شورت سيركت لو دخل على جيت لو هيبقى اوبن سيركت ففعلا يعني لو البي لو البيت داخله اوكي بون يطلع لي سويتش كلوز لو داخله بزيرو سويتش يبقى ايه يبقى اوب طب لو السويتش كلوز يا دكتور ايه اللي يحصل الكارنت ده يمشي ويتجمع مع الكارنتس اللي عندها في البرانشز الثانيه اللي فيها سويتش كلوز ويديني الاي توتال الاي توتال ده يمر فين ار اف طيب الكونكشن دي في الاوب ام دي لينير ابلكيشن او نون لينير لينير ولا نون لينير. لينير. ليه عرفت منين؟ احنا ايه؟ قلنا مستقبل بنعرفه من ازاي بيكون مستقبل قيمه ثابته بنعرف... لا آه هو بيطلع اوت عبو... يعني بروبورشنال انبوت بس بنعرفه عن طريق الفيدباك ريزيستور الفيدباك هنا نيجاتيف فاكرين يبقى ده لينير ابلكيشن في اللينير ابلكيشن بيبقى الفولتج على الانفيرتنج اللي هو الفي ماينس اللي هو الفولتج ده بيساوي الفولتج ده على النون انفيرتنج بيساوي زيرو فبنحط هنا فيرتشوال اي جراوند فيبقى كده لو السويتش الاولاني ده مقفول فالكرم اللي ماشي هنا هو ال V reference ناقص no, الزيرو يعني V reference على 2R لو البرانش التاني current switch closed هيبقى ال current التاني بيساوي V reference على 4R وهكذا طب أنا عايز أطلع generic expression حاجة general يعني بعمل إيه؟ فبقول والله اي توتال هو مجموع السمشن بتاع الكرنس كلها لو السويتشز كلها ايه؟ مقفوله صح؟ طب ان جنرال فبحط حاله السويتش بحطه بقيمه البت ليه؟ يعني بقول ايه والله لو البيت بي 1 دي ب 1 فالترم بتاعها الكارن ده هيكون موجود عندي طب لو بزيرو يبقى الترم ده كله بزيرو فده الجنرال بقى وده المطلوب منكم ان شاء الله في الاساين بمعنى انا لو انا عندي الكارنت الاولاني اي 1 بيساوي بي 1 في في ار على 2 ار حطيت بي 1 ليه؟ لان دي بتديني الستيت اوف ذا سويتش سويتش مقفول معناه البيت ب 1 يعني بي 1 دي ب 1 سويتش مفتوح يعني معناه البي 1 بزيرو فالترم ده يبقى بزيرو وهكذا مجموع الكرنسي دي كلها يديني الاي توتال لما بضربه في نيجاتيف اي توتال فار اف يديني الفي اوت زي ما احنا عارفين احنا خدناها زي انفيرتنج على فكره ده شكل السامنج امبليفاير اللي احنا خدناه بالظبط لو خدت الفي ار على ار كومن وعندي اوريدي كمان ار اف يبقى عندي نيجاتيف في ار على ار فار اف كل ده كومن هيتبقى لنا ايه ده اللي هو مين اللي احنا سميناه بي كابيتال ان معنى كده في البراكتيكال سيركت الاختلاف بس عن الكاركترستيك بتاعه الداج هو ان في مقاومات هتتضاف ار اف والله لو خليناهم ذا خلاص هيبقى طلع نفس الريليشن اللي احنا طلعناه قبل كده اللي هي دي تطلع دي بالظبط يعني البركتيكال سيركت جاست بس بزود الريشيو بزود الريشيو بضرب في الريشيو بتون ار اللي هي ار اف على اه طيب كنا بنتخلص من نيجاتيف ساين دي ازاي يا جماعه حد فاكر النيجاتيف ساين دي بنخلص منها ازاي؟ الابليكيشن آه مين اللي فاكر؟ بيستخدم ايه؟ انفرتر صح كده؟ ده لو عايز تشيل النيجاتيف ساين هنا لو رجعت تاني احط بقى الريليشن بتاعت الريزولوشن والفول سكيل بنفس الطريقه هي الريزولوشن كان في ار على 2 بار ان لا هزود ار اف ار اف على ار الفول سكيل كان في ان في 2 بار ام ماينس 1 2 بار ان هزود في ار ار اف على ار هي هي حتى الريليشن بتون الريزولوشن والفول سكيل ذا سي الريزولوشن ايكوال الفول سكيل على 2 بار ان ماينس ايه 1 في بقى حاجه مهمه جدا ساعات اجي اقول لكم ايه يا جماعه طلعوا لي قيمه الفي اوت ما انتوا عارفين الفي اوت لما ليه سيجنفيكانت بيت 1 اسمه الريزولوشن الفي اوت لما كل البيتس 1 اسمه الفول سكيل فاليو انما بقى اي كومباينيشنز في الانبوت يعني قلت لكم مثلا طلعوا لي الفي اوت لما الانبوت ده يدخل يتحق... يبقى ايه الديجيتال وورد دي تبقى ايه ده الانبوت بتاعي 1011 10 ايه 11 هديكم رول بسيطه قوي بتقول ان الفي اوت ايكوال الديسيمال ايكويفالنت مضروب في الريزولوشن ناس في الجروب 1 قال لي ان احنا مش عارفين الديسيمال ايكويفالنت ده اجيبه ازاي سهله قوي بتعمل ايه بتبدا من اوكي من ال1 اللي موجود فين الموست سيجنيفيكانت في الليست ده الموست سيجنيفيكانت بيت وده الليست ابدا من الليست ادي ده 1 الويت بتاعه 2 باور 0 وده 1 في 2 باور 1 وده 0 اوكي خلاص ده 0 وده 1 في 2 باور 3 اجمع بقى يبقى 1 في 1 ب 1 بلس 2 بلس 8 يطلع لي 11 يبقى ده ده الديسيمال ايكوفلنت هنا ال 11 دي لو ضربتها في الريزولوشن يطلع لك قيمه الار دايركت على طول واضح؟ بقى مشاكل النوع ده من انواع الداكس طبعا واضح كده لو انا بدات بمقاومه مثلا فاليو فاينايت 1 كيلو أوم هوصل لقيم كبيره جدا جدا القيم الكبيره قوي 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 دي تديني كارنت ايه صغير فالكارنت صغير جدا جدا خلي بالكوا احنا كنا بنجلكت الكرنت بتاع الاوب ام بنهمله لأنه صغير جدا طب ايه رايك ان الكرنت اللي هيمشي في السيركت في المقاومه دي هيبقى برده صغير جدا جدا يعني كومبارابل معاه فعشان كده هيبقى فيه ايرور طالع فالناس قالت لا طب الحل نعمل ايه الحل سهل ان انا ابدا بمقاومه فير سمول عشان ما اوصلش المقاومه كبيرة لو انت عم دخلت مقاومه انا فير خلي بالك بتعمل حاجه اسمها لودنج Effect خلاص كمان المقاومه الفير سمول ديت مقاومه صغيره قوي طب ما الترانزستور اللي انت بتحطه كسويتش خلي بالك ليه مقاومه بس احنا بنهملها دلوقتي مش هنهملها مع المقاومه الصغيره ففي مشاكل كتير جدا روباكس بالنسبة للإيه؟ للنوع ده. وده اللي خلى الناس تفكر إيه بقى يا جماعة؟ تفكر إن هما يستخدموا النوع التاني ده اللي هو إيه؟ اللي هو عبارة عن أوكي سيركت فيها نوعين بس من المقاومات آر واتنين آر بس مش هتشوف غير. يعني أنت لو عندك مقاومات واحد كيلو واتنين كيلو خلاص كافية. طبعا مشكلة برضو المقاومات إن المقاومات بيبقى فيها تولرنس إنما في نوع من أنواع المقاومات اسمه High precision resistors ويبقى التولرانس فيه او الايرور فيه قليل جدا فلما انت تجيب بس 1 كيلو 2 كيلو منه سهل انما لو في النوع الاولاني اللي هو ان انت تجيب رينج كبير جدا جدا من المقاومات صعب جدا ان انت توصل لها صح ولا ايه؟ يعني انت عايز مثلا 1 كيلو 2 كيلو 3 و4 كيلو 8 كيلو 16 32 64 128 صعب جدا توصل للفاليوز دي اوكي؟ فعشان كده على طول ان احنا بنفضل الايه الديزاين ده طب الديزاين ده معمول ازاي؟ بصوا يا جماعه برده البي1 اهو ده الموست سيجنيفيكانت والبي ان ده اللي دي داخله على سويتشز بس سويتشز هنا بقى مش لا اوبن لا شورت لا ده ليها تو بوزيشنز ب1 اور 2 والله لو البيت داخله ب1 يبقى السويتش ان جنرال عند بوزيشن 1 لو بيت داخله ب0 يبقى عند بوزيشن 2 ايه الفرق؟ ان بوزيشن 2 بيوصل المقاومه بالجراوند بي الفيزيكال اللي موجود عند النون انفيرتنج تور لو متوصل ب1 يبقى متوصل بالفيرشوال جراوند اوكي بمعنى ان الكرنت اللي في البرانش ده هيجمع مع المقاومات مع الكرنت الثانيه ويمشي في قريب yeah. يعني هيبقى ايه هيكونتريبيوت في قيمه الفي انما لو نزل على الجراوند ده ولا اوكي ولا بتاثر بيه خالص في البي اب طيب الويتنج هنا بيحصل ازاي مع ان كل المقاومات زي سيم هنا 2 ار ار 2 ار ار 2 ار ار 2 ار ار 2 ار 2 ار اشمعنى اخر برانش هقول لك ليه تعالى كده السهم اللي انا عامله عند كل نود ده بص على المقاومه اللي انت شايفها هتلاحظ زي. ايه هتلاحظ هنا انت شايف 2 ار من النقطه دي للجراوند وشايف ان النقطه دي للجراند خلي بالك سواء السويتش عند بوزيشن 1 او 2 هو واصل الناحيه الثانيه بالجراند سواء في فيرتشوال جراند او فيزيكال جراند يبقى 2R و2R دول بارال 2R بارل مع 2 r تدي ايه 2R بارل مع 2R r ال2R بارل مع 2 تو تو R 2r مع 2 r دي ده r واحدة اه صح كده اوكي يبقى اه حلو جدا الr دي هشوفها بالنقطه دي والجراوند ما الr دي هتبقى سيريز مع دي صح اه تبقى 2r parallel مع 2r تبقى r ايه ده يعني عند كل نفس النقطه دي في كل سكشن بشوف نفس المقاومه لو انا بصيت كده r اه وده السبب ان انا من الاول كده الفولتج عند النقطه ديت في ريفرنس صح المقاومه دي في ار وفي مقاومه ثانيه ايكوفلنت في ار ار يبقى الفي ار دي بتضرب على الار وعلى الار الثانيه فهيظهر لي الفولتج هنا نص الفي ار الفي ار على 2 دي شايفه ار وشايفه ايكو ار ايكوفلنت كل ده يبقى هتتوزع عليهم بالتساوي يبقى انا شايف هنا نص القيمه دي يعني في ار على 4 واللي بقى في ار على اوكي 2 بار ان وهكذا وهكذا لغايه 2 بار في ار على 2 بار ان ماينس 2 وفي ار على 2 بار ان ماينس 1 لإن أنا بادئ هنا 1 اللي هو 2 باور 0 فآخر n برانش 2 باور n-1 معنى كده إن الويتنج اللي حصل للفولتج، أوكي ده تم إزاي يا جماعة؟ تم عن طريق الإيه؟ عن طريق زي ما إحنا قلنا الإيكوفلنت ريزيستنس عند كل لكل سكشن قيمة ثابتة فخلت الفولتج يحصل له ديفيجن باي 2 باي 2 باي 2 زي ما إحنا شايفين كده. طب الكرم في أول برانش يا دكتور هيبقى vr، أوكي على واحد يعني في ار على 2 ار والثاني في ار على 2 على 2 ار والثالث في ار على 4 على 2 ار ايه ده؟ يعني دي الكرنس بتاعتي صح؟ اه اهي في ار على 2 ار في ار على 2 على 2 ار يعني في ار على 4 ار في ار على 2 على 2 ار على 4 على 2 ار يعني في ار على 8 ار وهكذا. طب ما كده احنا طلعنا نفس الإكسبريشن بتاع اول سيركلت يا دكتور فعلا. عندنا استخدمنا بس مقاومتين بس طلعنا ايه؟ نفس الايكوفلنت uh, ايه ريليشن اقل الابوت اللي, طل... اللي طلعناها من الويتد ريزيستر بمعنى ان احنا نفس الاكسبريشن هيطلع اهو زي ما احنا طلعنا بالظبط كده زي ما انت شايفين كده. ساعات بطلب منك اقول لك ايه طب لو عندك 4 بيت باينري ديك من النوع اللي هو الانفيرتد خلي بالكم اللي احنا اشتغلنا عليه ده انفيرتد ار تو ار لوج ومدخل له 1001 ارسم السيركت واديني حاله السويتش شكلها ايه وطلع لي قيمه الابوت بصوا كده واضح هنا ان الموست سيجنيفيكانت بيت ب1 والليست ب1 يعني ايه ليست ب1 والموست ب1 يعني كونكتد سويتش باني بوزيشن 1 اهو واللي في النص بوزيشن 2 صح كده خلاص تاني حاجه ده الموست سيجنيفيكانت بي1 وبي4 ده الليست تاني حاجه انا محتاج اطلع الفي ابوت قلت لكم في ريليشن كده اوكي رول كده يعني طلع لكم كل حاجة ان الـ output equal الـ Decimal Equivalent في الـ Resolution الـ Decimal Equivalent هنا كام؟ 1 في 2 باور 0 زائد اوكي 1 ده في 2 باور 3 يطلع لي كام؟ 9 فالـ Decimal Equivalent 9 في الـ Resolution اللي هو الـ Resolution تعرفه ايه؟ هو V Reference على اوكي 2 باور n في VR في RF على R خلي بالكم RF هي R يبقى هيطلع في ريفرنس اللي هو 5 فولت على 2 بار ان 2 بار 4 في 9 هيطلع لي قيمه طب لو انا يا دكتور ما استخدمتش الريليشن دي بتاعتك وعوضت هنا عادي في الريليشن اللي فوق فاللي فوق احط البي 1 ده ب 1 واحط بي ان ب 1 والترمين دول زيروز واضرب في ار اف ار اف على ار ب 1 اللي هي ذا سيم وفي ريفرنس 5 واجيب الفي اوت هيطلعوا لو طلعت دي وطلعت دي هتلاقي يطلعوا ذا سيم فعشان كده الريليشن اللي مديها لك دي سهله جدا جدا ان انت تجيب الـ decimal equivalent وتضربه في قيمه الـ في قيمه الريزولوشن يطلع لك دايركت الاوتبوت لاي كومباينيشن زي ما احنا ايه زي ما احنا شفنا كده اوكي يا جماعه تمام يبقى احنا كده شفنا كده ان احنا نقدر نجيب الفي اوتبوت الدي سي اوتبوت corresponding لاي كومباينيشنز اوف ذا ديجيتال انبوت عن طريق الريليشن البسيطه دي اوكي او ممكن نعوض في دي هي على فكره هي هي طيب هيطلع لي في الاخر 2.8125 من الحق... من طبعا من طريقتين اخر نوع بقى عندي من الداك اللي هو r تو ار لادر داك اللي هو ايه بقى اللي هو النورمال تايم طب وايه مشكله ده يا دكتور مشكله ده لو انتم لاحظتوا ان سواء السويتش عند بوزيشن 1 اور 2 في كارنت بيومك ايه ده يعني كده ان الفي ريفرنس دي لو بطاريه انا كده بستهلكها اه كده بستهلكها وده السبب ان احنا فكرنا في الديزاين ده ان سويتش دلوقتي لا كونكت في ريفرنس لا بجراوند والله لو البيت 0 يبقى كونكت بجراوند لو بيت بـ 1 كونكت في ريفرنس بس كده بس خلي بالك هنا ترتيب البيتس اتغير الموست سيجنفيكانت بقت هي القريبه من الاوب امب ده بي 1 والليست سيجنفكت بي ان دي دي البعيدة اللي هي دي ده بي ان اوكي تمام فسي مثلا لو قلت لك ارسم لي السيركت اللي ايه اللي لو 3 بيت ده وداخل 100 يبقى الموست سيجنفكت ب 1 انا يعني فين الموست سيجنفكت اللي هو ده ب 1 يعني ايه ب 1 يعني السويتش ده كونكتد بفي ريفرنس وبقيه السويتش كونكتد بجراوند طب في الفي اوت في ان ذيس كيس بتساوي ايه ايه ده ما هو دي جراوند يا دكتور وده جراوند وده دي ريفرنس يعني السيركت هتبقى شكلها كده صح؟ اه oh. طب ما انا 2R باري مع 2R تبقى R سيريز مع 2R باري مع 2R تبقى R سيريز مع 2R يعني كأني شايف هنا 7 ايكوفيلنت هنا في ار كونكتد ب 2R لغاية النقطة دي اللي هي فيرتشوال جراوند وبعد كده النقطة دي لغاية الجراوند 2R يعني كأن الـ v 7 هي في على 2. وال 7 2 R فرع من 2 R تبقى R فيطلع لي في الاخر ال 7 الايكوفالنت سيركت كده فال في اوت ده انفرتر ال في اوت ايكوال نيجاتيف في ار على 2 ده ايه ليه بقى طلع في ار على 2 لان انا مدخل الموست سيجنيفيكانت بيت بوينت فبيطلع نص قيمه الايه الريفرنس فولتج ولو عكست لو خليت الليست سيجنيفيكانت هو البوينت برضه هعمل ايه اكو اكونكت اللي سيجنفيكانت بيت بو 1 بالفي ريفرنس السويتش بتاعه والباقيه بزيرو وهيطلع لي السيركت بالشكل ده اجيب التيفنين ايكويفالنت اطلعها كده يبقى البي بيساوي نيجاتيف في ار على 8 طب مطلوب منكم ايه بقى انا عايز اطلع جنريك اكسبريشن جنرال زي ايه زي الحالتين المفروض يطلع لي زي ايه يا جماعه يطلع لي ايه في الاخر يطلع لكم ده فانت هتدرايف الاكسبريشن الجنريك اكسبريشن للنوع الثالث اللي هو النورمال ار تو ار لودر داش وتثبت لي ان الاكسبريشن الجنرال او الجنريك اكسبريشن اللي طالع نفس الاكسبريشن اوكي اللي طالع على اللي طلعناه من الويتد ريزستور داك والار تو ار انفيرتد تايب لودر داش واضح يا جماعه واضح النقطه دي طبعا احنا الريزولوشن خلاص طلعناه ساعات اجي اسالك مثلا اقول لك بقى لو انت عندك ريزولوشن ب 0.5 وده فور بيت داك اوكي بس طبعا هنا ان انت بالديزاين بت يعني بتطلع قيم المقاومات لا مش هطلب منك كده لان لازم هنا في تو انوز يعني احنا الريزولوشن 0.5 ايكوال 1 على 2 بار ان في في ار على ار في اف ال ان ب 4 الفي ريفرنس اوكي عندنا ب 10 فولت ما كانش جيفن في الاكزامبل فطبعا مش هتفرض انت حاجه من عندك هتطلع ار على ار اف هتطلع لك ايه او ار اف على ار اوكي فهيطلع لك فاليو الايه هيطلع لك فاليو للايه للريشيو بينهم انما مش هيطلع لك قيمه الار بكام والار اف بكام فبتاسيوم واحده ار اف مثلا ب 10 كيلو يطلع لك الار كام 12.5 كيلو طبعا دي بس بقول لك ان الريليشنز اللي خدناها يعني احنا خدنا ثلاثه ريليشنز

تمام يا دكتور تمام ماشي طبعا في مميزات كتير لاخر نوع بقى زي ما احنا قلنا كده ان انت مقاومتين بس اوكي كده تقدر تكستند يعني لو عدد عندك بيتس اكتر تقدر تزود سكشن زياده جاست بس سكشنز زي زياده اوكي بنفس قيمه المقاومتين اللي هي الار والايه والتو ار احنا كده الحمد لله خلصنا الجزء الاولاني اللي هو بيتكلم عن الديجيتال تو انالوج كونفرترز، اوكي خدنا ثلاث انواع الويك ريزيستور داك الار تو ار الانفرتد تايب والنورمال تايب ار تو ار لادر داك اوكي الانالوج تو ديجيتال بقى العكس انا بدخل دي سي فولتج كانبوت وبطلع اوبوت الباينري ايه بقى الديجيتال وورد يعني لو انا بصيت كده على الكاركترستيكا لها ايه حاجه شبيهه بس الانبوت اللي داخل دي ايه دي سي او 1 2 3 مثلا لغايه 7 مثلا والابوت اللي طالع لو هو 3 بيت اي دي سي يعني الان تو كونفرتر ده بيحول كل دي سي فاليو 3 بيت فلا يطلع لي ايه 0000 001 010 011 100 كام ليفل 8 انكلودنج الثلاثه زيرو زياده فوالله لو دخل لي 0 يطلع لي 3 0 دخل لي 1 يطلع لي 001 دخل لي 2 يطلع لي 010 3 011 4 1-0-0-5-1-0-1-6-1-1-0 أوكي 7-1-1-1 على فكرة بنفس التكنيك اللي عملناه قبل كده واضح كده إن الدي سي value of the input equal the resolution في الـ decimal equivalent للـ نفس الريليشن relation عشان كده كل الريليشنز relations اللي طلعناها في حالة الداك valid هنا بس بدل ما تقول v output في اوبوت في الداك بتقول هنا ايه في انبوت لان الانبوت هو الدي سي انها العكس هنا ده بيحول من انالوج لايه؟ لديجيتال فالدي سي فولتج هو الانبوت نوت الاوت انما في ال في الديجيتال تو انالوج كونفرتر بيبقى هو الاوت يبقى نفس الريليشنز زي ايه بقى؟ بس في مشكله بس في الاي دي سي ان ان انت مش مدخل 1 او 2 يعني انتجر فاليوز كده مدخل مثلا 1.1 او 1.1 يطلع الاوت ايه؟ 001 1.2 يطلع 001 لغايه قبل 1.5 يطلع لك برضو 001 معنى كده ان ده كل ده ايرور ان المفروض ال1 هو بس اللي يطلع 001 عشان كده بيبقى فيه error في ايرور في الاي دي سي اسمه كوانتايزيشن ايرور كيو اي كوانتايزيشن ايرور كيو اي قيمته ايه نص واضح هنا نص فا... نص فولت النص فولت اللي هو قيمه ايه اللي هو نص قيمه الريزولوشن الريزولوشن اقل قيمه للانبوت اللي هي ب1 فواحد على اتنين يبقى ده نص فولت يبقى ده مين؟ ده الايرور. طب انا عايز اسالكوا سؤال، انا عايز اقلل الايرور ده على قد ما اقدر، اعمل ايه؟ ايه الحل؟ عشان الايرور ده يقل. مين اللي يقول؟ ازود قيمه الريزستنس؟ لا احنا لسه هناخد السيركت ان جنرال كده. عدد البيتس اللي في الاوتبوت يحصل له ايه؟ يزيد كل ما يزيد بدل ما عندي هنا 8 ليفل يبقى عندي لو 4 بيت يدوني كام ليفل 16 لو 5 بيت يديني 32 ايه ليفل لو 6 يديني 64 ليفل كل ما الليفلز تزيد معنى كده ان الايرور ده قيمته هتقل صح ولا ايه اه ليه قيمته هتقل لان انت هيبقى عندك بقى ايه كل الريزولوشن قيمته بتقل على فكره كل ما الريزولوشن قيمته بتقل كل ما يكون احسن يعني لما بتيجي تشتري كونفرتر يقول لك الريزولوشن ده 10 ملي فولت يبقى كويس جدا واحد زميلك تاني جاب ايه واحد الريزولوشن بتاعه 100 ملي لا ده انت احسن منه 10 مرات ليه لان كل تغير صغير هيطلع لك اوت فاهمني كل تغير صغير هيطلع ايه اوت انما هو لازم يحصل تغير في حدود ال 100 ملي فولت عشان يبقى فيه اوت يعني هنا رضيق جدا يعني اللي قدامكم ده ده رضيء جدا ليه بقى لان لازم يحصل تغير اكتر من نص فولت عشان يبقى في اوبت يعني بدل واحد يعني لغايه واحد ونص ده اير كله يطلع نفس الاب 1.6 اه يطلع لي اوبت بقى مختلف لغايه 2 وهكذا عشان كده بيسموا الدفرنس ده ايه ايرور الريزولوشن ان جنرال ساعات بي ايه بيقولوه هو ليفل فروم تو باور ان ليفل انا عندي هنا 8 ليفل يعني بقول واحد على 2 باور 8 يعني 2 باور 3 تو بار ان اللي هي واحد على تو بار ان الواحد على 8 ده ريزولوشن كليفل او كفاليو نفس الاكسبريشن اللي خدناه قبل كده احنا كنا قلنا قبل الريزولوشن قبل كده ارجعكم افكركم بيها بصوا اهي ال في اوت فول سكيل على تو بار ان ماينس 1 نفس الريليشن هنا فاليد بس ايه بقى مش في اوت فول سكيل في انبوت فول سكيل على تو بار ان ماينس 1 هي هي. الايرور قلنا نص قيمة الـ resolution، يعني يبقى resolution يعني يبقي علي اتنين في input full scale على 2 بار ماينس 1، وكنا هنا ايه؟ على اتنين. اللي هو نص corresponding value of the least significant طبعًا إحنا عارفين إن الـ هنا بقى في الـ ADC، قيمة الـ اللي داخل، أوكي، بيمثل resolution، هو ده لما اللي طلع لي output digital، اللي least significant بتاعه بواحد، فبيسموه LSB. هو ده تعريفه في الـ نص الفاليو دي هو ده الـ error بتاعي في برضو حاجه تهمنا جدا الكونفرجن تايم هو انت دلوقتي لما بتدخل دي سي ده انبوت بتاخد وقت قد ايه عشان الكلام ده يتحول لديجيتال ده اسمه كونفرجن تايم يمكن مش هنستريس عليه يعني في الكورس بتاعنا جاست بس احنا هناخد تو اكزامبلز كده للـ دي سي وخلاص فعايزين نثبت ان فعلا انا لما بدخل دي سي فولتج بيتحول لايه لديجيتال اوت تعالى بص البروبلم دي بقول لك عندك 8 بيت داك اي دي سي 8 بيت اي دي سي حلو جدا يبقى ان بكام ب 8 بيقول لك لما كل ال كل البيتس ب 1 الكلام ده بيحصل لما الانبوت 5.1 يبقى الـ يبقى الايفاليو دي هي مين يا جماعه يبقى دي في انبوت فول سكيل ما الفي انبوت فول سكيل الديفينيشن بتاعها ايه ان هي اللي تطلع لي الديجيتال اوت كله ب محتاجين الريزولوشن احنا خدنا الديفينيشن الريزولوشن ايكوال ايه ال V input full scale على 2 power M minus 1 يطلع لك 20 ملي فولت. اوكي؟ طيب طلع لي بقى ال الديجيتال digital output لما ال input 1.2 A 2 A نفس ال expression V input ال DC اللي هي given دي equal ال decimal equivalent لل output في الـ resolution. ال resolution احنا جبناه 20 ملي فولت يبقى نقدر نجيب ال D اه تطلع كام؟ 64. طب تعرفوا تحولوا ال 64 ل ل اوكي ل باينري آه... بيج ل باينري سيستم ال 64 ده اسمها الـ ايه بقى؟ ذا Decimal اوكي دي سيستم اللي هو بيس ازاي نحولها لباينري؟ هل انتوا تعرفوا تحولوا من decimal لـ لباينري؟ مين اللي يعرف يحول من decimal لـ لباينري؟ احنا في الداك حولنا من باينري لدسمال كنا بنضرب كل بيت في الويت بتاعها. انما ازاي نحول العكس بقى؟ واضح ان احنا هنقسم فعلا نقعد نقسم على 2 ونشوف الريمايند 2 ونشوف الريمايند وهكذا وهكذا. وبعدين نقرا من تحت لفوق هيطلع لنا 0 1 اوكي زيروز فده هو الايه الديجيتال وورد اللي هي الاوتبوت الكورسباوندنج ل 64 دسمال اوكي كوفلنت. اللي هي نتيجه الفولتج اللي داخل اللي هو 1.28 فولت واضح؟ يبقى احنا هنا ساعات بنحتاج ان احنا نحول من ديسمال لباينري او باينري لديسمال. من ديسمال لباينري لـ ده في الانالوج تو ديجيتال كونفرتر لان بطلع الدي بقدر اطلع منها الايه الديجيتال وورد بتاعتي. في الداك لا انا اوريدي الديجيتال وورد جيفن انا بطلع الايه بجيب الدي سي ازاي؟ ان انا بجيب الدسمه للكوبلنت واضربه في الريزولوشن يطلع البي v -V في اوت في الداك واضح طيب طلع لي الايرور في 12 بيت اي دي سي الفول سكيل جيفن طبعا الفول سكيل على 2 ر ام ماينس 1 ده يطلع لي ريزولوشن على 2 يطلع لي مين يطلع لي الايرور يطلع نص ملي فولت كسيركت بقى احنا في اربع انواع من الست انواع جنرال في الانالوغ تو ديجيتال كونفرتر او التكنيكس المستخدمه في حاجه اسمها سنجل رام الرام ده ده فولتج لينير مع التايم او بيسموه سنجل سلوب ستور رام ستور كيس رام يعني سلالم كده بيسموها ديجيتال رام دول هناخدهم والباقي ده ايه بقى دول سلوب يعني في تو ستريت لاينز مع التايم of approximation ده بيبقى حاجة ده ليها algorithm معين بيقعد يجامب بقى اوكي ي... لغاية ما يماتش مع الفاليو فلاش ده من الاسم بتاعه سريع اخر نوع اللي هو بيحول ال voltage to ايه to frequency وبمجر ده بمجر ال voltage الانواع الاولانية بتحول ال voltage time دي الفكرة يعني زي ما نشوف دلوقتي والتايم بتقيسه خلاص سهل جدا ايه الكلام ده بقى يبقى انتوا عليكم ايه في التو سيركتس دول يبقى خدنا ثلاثة فور ذا داك وهناخد 2 للاي دي سي بس كده في الانالوج تو ديجيتال كونفرتر انا بس همشي عشان اتاكد ان البلوكس كلها انتوا عارفينها الاولاني ده ده انتجريتور عارفين داخل له فولتج في ريفرنس بس بالنيجاتيف نيجاتيف في ريفرنس يبقى الاوبوت اللي طلع منه ايه احنا عارفين نيجاتيف واحد على ار سي انتجريشن نيجاتيف في ريفرنس دي تي يطلع في ريفرنس على ار سي تي ده هو ده اللينير بقى يعني لو انا رسمت الفولتج ده الابوت بتاع الانتجريتور مع الطم يطلع لينير هي دي الرام اللينير دي الفولتج اللي طالع من الانتجريتور بقارنه عن طريق كومباريتور او باللوب عادي مع الدي سي فولتج اللي انا عايز احوله لديجيتال الكومباريتور ده بيقول لي مين الاكبر ده ولا ده الاب بتاع الكومباريتور داخل على حاجه ار لاس ار فليب فلوب سمعتوا عن الفليب فلوب ده قبل كده م. سمعتوا عنه الاس ار فليب فلوب بلوك الديجيتال ده سمعتوا عنه قبل كده لا اسمع عنه ماشي الاس ار 3 فلوب هو بلوك اوكي البلوك ده بيشتغل ازاي هنحط الشارجر بس صح. البلوك ده بيشتغل ازاي according لل اللي هي بيسموها S set و R reset بيطلع ال اسمه Q لو داخل ال S ب 0 وال R ب 1 يطلع ال Q ب 0 لو داخل ال S ب 1 وال R ب 0 يطلع ال Q ب 1 معنى كده ان ال Q in general تطلع قيمة ال S لو ال S وال R مختلفين طب لو ال S وال R متشابهين و 0 و 0 بيقولوا في الحاله دي كيو بتاخد نفس القيمه اللي قبل كده يعني لو كانت هي 1 تفضل 1 لو ب 0 تفضل ب 0 يعني بيسموها ميموري ستيت يعني يفضل الاو بوت ايه واخد نفس القيمه طب لو 1 1 قال لك لا دي forbidden ستيت ما تحصلش لان في الحاله دي مش هيحقق اوكي الاوبريشن صح فيبقى عندنا 3 كيسز 0 1 1 0 اوكي وثالث كيس اللي هي ايه 0 0 نسميها ميموري ستيت ماشي يا جماعه طيب بعد كده لوك ده الاوت بتاعه اللي هو الكيو بيدخل على اند جيت احنا عارفينها مع الترمينال الثانيه الاند جيت داخل عليها ايه بقى زي سكوير ويف السكوير ديت بيسموها كلوك بلسز كده البريود بتاعها واحد على الفريكونس بتاعها اسمه اف كلوك داخل على الاند الاوتبوت اللي طالع من الاند جيت بيدخل على الكاونترز الكاونترز دي بتعد يعني ايه بتعد؟ بتعد عدات او بتطلع باينري اوتبوت كورسبوندنج للديسمال او للديجيتس بتاعتنا اللي هي من 0 ل 9 بمعنى لما يدخل اول اول بالس تدخل من الكلوك عليها تروح مطلعه زيروز 0 0 0 0 اللي هو قيمته كام؟ كانه زيرو فاليو الكلوك اللي بعديها تدخل السايكل اللي بعديها اوكي الكاونتر يعد عدى يبقى يديني 0 زيرو 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 السايكل اللي بعديها 0 زيرو 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 وهكذا لا لغايه اخر عده اللي هي يطلع لي ديجيتال اوت كورسبوندنج 9 اللي هو 1 طب لو وصلت لكده الكاونتر ده ريسيت يعني بيعمل بمعنى انه يرجع يعد من اول تاني وهكذا عشان كده اللي احنا بنعمله احنا عايزين ايه بقى في السيستم ده ان احنا الفولتج ده نحوله لحاجه اسمها تايم والتايم ده اوكي يمرر لعدد من وذين التايم ده يمر عدد من الكلوك سايكلز للسكوير اللي اسمها كلوك ديت وتخلي لي الكاونترز يقعد يعد 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 وهو مش كاونتر واحد ده هو مجموعه من الكاونترز الكاونترز تقعد تعد لغايه ما تطلع لي ديجيتال اوتبوت كورسبوندنج للتايم ده اللي هو بروبوشنال للفولتج طب الكلام ده بيحصل ازاي بصوا بقى الانتجريتور في البدايه خالص قلنا اول ما بشتغل إيه؟ السيستم بيشتغل الانتجريتور بيبتدي يطلع لي اوت لينير اهو زي ما انتم شايفين كده واضح من اول في البدايه وايه تاني بيحصل في البدايه الاس بتطلع ب نرجع بقى للسيستم الاس ب وطبعا انا لسه الاب على الانتجريتور صغير اصغر من الدي سي فالكومباريتور مطلع هنا لو يعني الار ب 0 يعني كان S ب 1 والار ب 0 يطلع لي كيوب 1 اهي تطلع كيوب 1 طيب بعد كده اللي بيحصل واضح ان لسه الرامب دي او اللينير اوتبوت ده من الانتجريتور لسه ستيل اصغر من الفي 1 فالار لسه ب 0 وخلاص الاس نزل ب 0 بقى ما هي بالص كده بتحصل مره واحده في البدايه وخلاص يبقى انا كده داخل على الفليب فلوب 0 0 لما يدخل 0 0 احنا قلنا ده اسمه ميموري ستيت يعني ايه الكيو نوت تشينج في الكيو هتفضل هي نفس القيمه بوان. تفضل بوان. طيب، ال -Q تبقى ب 1 تفضل ب 1 طيب امتى كيو تبقى بزيرو قال في الحاله لما الار تبقى ب1 طب امتى الار ب1 بصوا كده اول ما الرامب ديت الفولت بتاعها يزيد شويه عن الB1 اول ما يزيد الكومباراتور ايوه صح الكومباراتور يطلع ايه اول ما ده الفولتج هنا يزيد يبقى البوزيتيف اعلى من النيجاتيف الاوتبوت يطلع عالي فالار ب1 في الحالة دي الـ Q تنزل 0. التايم ده T كابيتال، واضح إن التي T كابيتال ده أهو التايم ده بروبوشنال للفولتج Voltage، طب إزاي هتجيب الريليشن دي؟ أهو مش اللينير سيجنال Signal دي الفي V بتاعها بتساوي 13، مش إحنا طلعناها حتى كمان، إحنا طلعناها V output يكوال VR على R6T، VR على R6 دي اسمها ألفا. يبقى V output بتساوي ألفا T. ألفا T، أوكي، إمتى ألفا T؟ Equal =v1 بعد تايم تي كابيتال يبقى تي كابيتال في الفا v1 والتي كابيتال ديت هو التايم او التايم ده اللي فيه Q high ودين الكيو هاي ديت ما دي انبوت للاند جيت والانبوت التاني للاند الكلوك فواضح كده الاوتبوت بتاع الاند اللي طالع هو نفس شكل الكلوك حد يعرف يقول لي ليه ليه الاوتبوت من الاند هو نفس شكل الكلوك هو التروث تيبل بتاع الاند ايه يعني الاند بتطلع امتى زيرو امتى 1 لا هو مش الاثنين نفس الحاجه بتطلع زيرو تقريبا اه يعني بص كده دي هاي ودي هاي يطلع هاي دي هاي ودي لو يطلع لو ايه ده يعني نفس شكل الكلوك ده يطلع هنا اه وذين التايم ده اه وده ال وده اللي احنا بنقوله ان اللي احنا بنقوله ايه بقى ان الاوت بتاع الاند جيت هيبقى هو الكلوك ودين التايم تي بعد كده خلاص بقى م. هيطلع زيرو مفيش حاجه فطلع هنا كم سايكل عددهم ان طب نعرف نجيب ال دي يا دكتور اه طبعا ما هو خلي بالك عدد السايكلز هنا هو عباره عن التايم اللي هو التي كابيتال ده على البيريود بتاع مين بتاع الكلوك يبقى اوكي إيه؟ يبقى تقدر تقول كده ايه التي كابيتال بتاعتي دي هيمر كم سايكل ان في تي كلوك طب تي كلوك مش هي واحد على اف كلوك يبقى n على اف كلوك فيطلع لي كده ان عدد الكلوك سايكلز اللي هتمر بتساوي v1 في اف كلوك على الفا، الفا دي كونستنت، اف كلوك ده كونستنت يبقى ال n دي بروبوشنال v1، ايه هي ال n؟ هي عباره عن عدد الكلوك سايكلز او البيريودز اللي هتمر من الاند جيت ودي اللي هتدخل على الكاونترز وتخليها تعد، معنى كده ان الاوتبوت من الكاونترز فعلا هيقعد الكاونترز تقعد <نضح>。تعد تعد تعد ودين ودين ايه عدد من المرات ايه اللي هي ان والعدد ده بروبوشنال لمين للفولتج عشان كده بنقول هنا ده دي فكره الايه اللينير رامب انالوج تو ديجيتال كونفرتر اللي هو ايه اللي هو يخلي الكاونترز تقعد تعد 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 ودين تايم اللي هو تي كابيتال اتحدد ازاي تي كابيتال ده عن طريق الفولتج دي سي دي سي يبقى كاني حولت الفولتج للدي سي لتايم الدي سي ده حولته لتايم في كابيتال مرر مر ودين التايم كي كابيتال ده مر عدد من الكلوك سايكلز الكاونترز بتقعد تعد كل ما الكلوك تدخل كلها بتقعد تعد انما لو مفيش حاجه دخلت على الكاونتر يعني دخل زيرو خلاص ما ما فيش ما بتعدش دي فكره الكاونتر اوكي فهو ده الايه الميكانيزم اوف اوبريشن يعني دي السيركت او بلوك دايجرام بتاع الرام تايب اي دي سي وده الايه وده طبعا وعلى فكره لو احنا كملنا بقى والأوبوت ده طلعناه هتاخده حاجه اسمها ديجيتال ديسبلاي زي كده الساعه الديجيتال زي الكالكليتر اقدر اطلع الفاليو بتاعه الدي سي فولتج كرقم ويبقى كده عملت ايه بقى فولتميتر تخيلوا كده عملت فولتميتر ديجيتال يعني الانالوج تو ديجيتال كونفرتر ده سهل جدا نحوله احوله لايه احوله لديجيتال بيسموه دي في دي ام ديجيتال يا جماعه طبعا واضح ان هو التكنيك بتاعه سهل السيركت بسيطه والكوست طبعا هيبقى قليل اوكي بس طبعا في مشاكل بقى يعني ايه المشاكل اول حاجه انت التكنيك ده بيعتمد ان بيطلع لك لينير رامب من الانتجريتور على فكره البراكتيكال انتجريتور ما بيطلعش لينير شارب يعني ليه ما بيطلعش لينير شارب لان بيبقى عندي احنا قلنا الاوب امب بنقسم ان هو اوكي ايدل اوب امب هو ده في الحقيقه لا براكتيكال الكاباسترز والريزيسترز بيبقى فيها ايه تولرانس اه وده بيأثر على مين وده بيأثر التولرانس ده بيأثر لي طبعا اكيد على اوكي قيمه الايه الأبط اللي طالع فما بيطلعش لينير طب ايه الحل عشان اتخلص من مشكله الانتجريتور بالباسيف كومبوننتس الار والسي اللي بيبقى فيها التورونسي دي سهل جدا تكنيك التاني وده اخر تكنيك عندنا أنا اللي هو ايه بقى اسمه ستور كيس او ديجيتال رام واضح انه عامل زي السلالم كده بصوا الفكره اهو ان انا شلت الانتجريتور خالص نفس السيستم بس شلت الانتجريتور او اللي كان هنا وحطيت مكانه داك يعني داك جوه الاي سي اه طب الداك ده فايدته ايه الداك ده اللي هيعمله بالظبط ان كل عداد او كل كومباينيشنز من الكاونترز تدخل على الديجيتال تو انالوج كونفرتر ده يطلع لي دي سي ليفل الدي سي ليفل ده يدخل على الكومباريتور اقارنه بالانبوت واقرر بقى من الاعلى اكوردنج للاعلى يطلع لي 13 كيو وهكذا بمعنى تعالوا نبدا من البدايه خالص في البدايه بدات السيستم فالار الاس ب1 والار لسه ب0 فيطلع لي كيو ب1 فالكلوك تعدي فالكاونتر تبتدي تعد هتطلع زيروز للزيروز دي تتحول لزيرو ليفل يقارن لا لسه ستيل يبقى الار لسه ب0 اوكي 00 ميموري فيطلع كيو ب1 فالكلوك تعدي الكاونتر بتاعت دي عدة تانية تطلع زيرو 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 وان فالداك يطلع ليفل اوكي يطلع لي سورتين دي سي ليفل اهو يبقى كل كلوك سايكل يطلع لي ليفل اعلى من الداك ليفل 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 كل مرة بقارن بالدي سي امتى بقى بقول انا خلاص انا كده الفولتج اللي طالع كده من الداك اوكي هو ايه ده واضح كده ان انا باجي عند سورتين اوكي باجي عند certain هنا ليفل بعمل ايه؟ بقول اه ده الليفل اللي, اللي طالع جاي من الديجيتال وانا كونفرتد اعلى من الدي سي يبقى خلاص يبقى هو ايه؟ يبقى الليفل ده هو الفولتج بتاعي وهكذا. اوكي؟ يبقى الليفل ده هو الايه؟ هو الفولتج بتاعنا. اوكي؟ اه طبعا هو في هنا في الرسمه دي في ايرور صلحه. انت عارف الايرور فين؟ ده ار ده اوكي يا جماعة. فاحنا قلنا بالضبط نفس بالظبط نفس الايه إيه؟ سين، نفس اللي هو الكيس اللي قبل كده اللي هو Linear Ramp. طيب. اوكي كتايم بقى واضح ان اخر كلوك سايكل انت مش حاسبها لان خلاص اول ما بيطلع الفولتج ده بتقول خلاص بقى السيستم بيقف اوكي وبتقول ده الليفل بتاعي الدي سي فولتج اللي داخل وبتطلع الديجيتال اوت ده يبقى هو ده الديجيتال كورسبوندنج للدي سي قلنا لو زودت وحطيت ديجيتال ريد اوت يبقى كده عملت ايه ديجيتال فولتميتر دي في ام عشان كده ساعات بنسميه دي في ام ديجيتال فولتميتر الكونفرجن تايم واضح ان هو ايه اوكي هو التوتال نمبر اوف كلوك سايكلز اللي مرت بس بتنقص واحده اخر اللي هي اخر واحده لان دي ما بستناش انا اول ما بتيجي تطلع الليفل بيطلع ويبقى اعلى من الدي سي خلاص يبقى هو ده الفولتج بتاعي. اوكي يبقى تي كلوك الماكسيمم طبعا لما يكون كل البيتس ب 1 يبقى 2 باور ان ماينس 1 في تي كلوك. طبعا مميزات التكنيك ده اوكي واضح ان هو الكيورز أه... بتاعته احسن بكتير جدا جدا من لينير رام لان ما بيستخدمش انتجريتور بالباسيف كومبوننتس بتاعتها اوكي أه طبعا ولسه برضو ديزاين سهل لان احنا خدنا الداك يعني بسيطه يعني ما مشكله انما مشكلتها ان انت بتستخدم داك والداك لي اكيورسي برضو الديجيتال ان كونفرتر فعدد الريدنجز او كونفرجن او السبيد بتاعتك ليميتد برضو يعني حتى الكوميرشال النوع الكوميرشال اللي موجود في الماركت اللي بيستخدم التكنيك ده بيبقى الريدنجز تبقى متحدده ب 10 ريدنجز بير سكند ما بتزيدش عن كده فيبقى احنا مطلوب مننا البلوك جران الميكانيزم اوف اوبريشن اوكي الميكانيزم اوف اوبريشن دي عامله بالظبط زي ما واحد اوكي يجي يقول انا اروح اشتري حاجه بقى وانا اروح من الكليه اشتري حاجه للبيت عندنا اشتري 2 كيلو اي حاجه فاكهه تلاقي الراجل بقى عنده بالانس من النوع القديم ده اللي هو بيحط فيه كتل حديد، والمشكلة الكتل اللي عنده بقى كلها ربع كيلو، فبيحط ربع كيلو، لا لسه ستيل انت اكتر، ربع كيلو تاني، وهكذا، ربع كيلو تالت، رابع، خامس، سادس، لغاية ما ربع كيلو رقم ثمانية تسعة، يلا خلاص بقى، يبقى هو ايه؟ طيب اقول لك يبقى خلاص، يبقى انت كده في الرينج ده، يبقى انت اقل من اتنين وربع، وهكذا. فديت اوكي طبعا واضح كده ان كل ما الفولتج اللي انت بتقيسه كبير كل ما تستنى تايم كبير كل ما الفولتج بتقيسه قليل بتستنى تايم ايه قليل واضح اوكي يبقى دي التكنيكس ودي الميكانيزم اوف بتاعتها ده مطلب بيها كلها يبقى فيه اتنين في اثنين خدناهم في الانالوج تو ديجيتال كونفرتر وفي خدنا ثلاثه تكنيكس في الديجيتال تو انالوج كونفرتر وواضح كده ان ال relations واحدة بس في الدك بستخدمها for the v output في الـ ADC بستخدمها for B واضح يا جماعة سواء ال V input full scale سواء الـ resolution أو الـ relation بينهم سواء ال A... V output في الـ DAC ال V output DC for certain combination of the input أو ال V input uh, DC for the ADC for certain combination of the output or الاوت ديجيتال فور 13 dc حد اوكي لغايه دلوقتي دي سؤال في حاجه فالبارت ده المطلوب منكم كمذاكره هو ان انت تكون عارف شكل السيركت الخمسه سيركت اللي خدناهم ثلاثة دي داك واثنين ADC سي تكون عارف الريليشنز البسيطه اللي خدناها اللي فاليد في الحالتين بس قلنا في انبوت في حاله الاي دي سي وفي في حاله الداك اوكي وطبعا تطلع relations كل كيس مطلوبة يعني حد ليه سؤال؟ شكرا دكتور ماشي يا جماعة لو بعد كده بقى يعني طبعا برضو الاخر حاجة انا حاطط لكم كده حاجة اسمها formative assessment ده مهم جدا جدا وهتعرفوا اهميته لما تحلوه ده مش هيبقى عليه درجات بس انا هبص عليه مهم جدا تعمل له ابلود قبل الامتحان اوكي أه لان في انا حاطط لك افكار مهمه يعني فحلوه وارفعه ممكن ده يفيدك بعد كده حسب الكورس وورك بتاعك اوكي دي حاجه طب ده هينزل السوليوشن نعم ينزل السوليوشن أه بعد ما تحلوه وترفعوه اوكي اه ف يعني انا اقول لكم بعض في افكار لو لقيت الناس حل وخلاص فمر بالافكار كلها اوكي خلاص اؤكد عليكم ان ده الحل مظبوط وكده انا اؤكد عليكم يعني لو في مشكله عندكم أحل لكم المسائل اللي فيها مشاكل وارفعها لكم طيب تمام طيب. بس لازم كلكم ترفعوا عشان اعرف ادي واحد اثنين الامتحانات أه اللي قبل كده برضو مفيده اوكي يعني خدوا كده امتحانين اخر سنتين هتلاقوهم موجودين على السيستم آه حلوهم ولو في برضو حاجه عندكم عايزين تسالوا عليها قولوا يا جماعه؟ شكرا دكتور ماشي يا جماعه ولو اي سؤال ممكن انا المعيد ودين الفتره اللي جايه دي ما فيش اي مشكله خالص ليه كنتوا الاربعه بس؟ وقولوا <applause> لزمايلكم انا كده زعلان منهم جدا اوكي يا يعني. عايزين حاجه؟ <applause> <applause> لا تمام شكرا سلام عليكم